السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا أخي مصطفى، بارك فيك. وفيك بارك الله. ولماذا لماذا لا ترتب لسانك بذكر الله؟ الله، أنت تقول بورك فيك، هل هذا أفضل وينور الصحيفة أو بارك الله فيك اسم الله؟ لماذا تحذفه؟ أنا عارف، أنا أحب أن يطيب لسانك بذكر الله. اللهم بارك فيك. الحمد لله. وإياكم وإياكم. تفضل تفضل. سمحت يا شيخ مصطفى، أنا دلوقتي خاطب وفاضل على 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 البناء، يعني شهور قليلة. دلوقتي خطيبتي مختلفين أنا وهي في نقطة يوم الزفاف. يوم الزفاف هي محجبة الحمد لله، لكن مش منتقبة، تمام؟ فعايزة بيحطوا الميك اب اللي بيحطوه على وشهم ده، الأحمر والأبيض والكلام ده، وانا انا يعني بقول لها ده ما يرضيش ربنا وده ما يصحش، وهي مش مقتنعه ولا الاهل مقتنعين، هم وحتى اهلي نفس الموضوع وشايفين ان الامر ده عادي. انا بقول لهم دلوقتي طب عفوا 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 يا اخي، عفوا يا اخي، عفوا يا اخي، انت رضيت على نفسك ان تتزوج واحده وجهك لا مباح للناس كلهم ينظرون اليها، يعني فرقت معك فقط تضع احمر او اخضر؟ ماشيه في الشوارع ليل نهار مكشوفه الوجه. فإذا كنت أنت رضيت على نفسك بهذا، فالأمر يعني لا يفرق كثيرا، يعني حتى أنك تغير هذه الغير، ما أصلا مكشوفة الوجه. لا لا يا شيخ مصطفى، في توضيح بسيط. هي محجبة، هي في الطبيعة ما بتحطش أي حاجة في وشها. أيوة، ما هي محجبة عفوا، مش كشفة الوجه ولا ليست كشفة؟ كشفة الوجه بس. طيب يعني وأنت رضيت بهذا أنها تمشي في الشوارع مكشوفة الوجه؟ لا لا احبذ، يعني طبعا لا ارى انها تمشي كشفه الوجه، ولا اراها تمشي وضع ميك اب على وجهها، لا ارى لا هذا ولا ذاك. لكن انا اعجب من امرك انك تريد يعني انك تهدم الزيجه من اجل ذلك. لكن هي مخطوبه ولا عقد؟ لا احنا دلوقتي مخطوبين. اقول لها من الان خلاص، ان كنت رجلا غيورا قل يا جماعه انا اريد زوجي تغطي وجهها ولا تفعل ميك اب من الان. وافقوك وافقوك ما وافقوك، انت على انت يعني الحمد لله في حل. السلام عليكم.